مباركين وسعيدين. يا العيدو يا العيدو يا العيدو. عيدي على محمد طولت عمره قدام بيت ميلسه ودلاله. عيدي على محمد بطولت عمره قدام بيت ميلسه ودلاله. قدام بيت بدعم عنده قدام بيت بدعم عنده بالخوخة والرمانة بالخوخة والرمانة بالخوخة والرمانة. يا العيدو يا العيدو عيدي عين علينا بالليالي عيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام عيد الله عليكم مبارك وعساكم من عوادة. هذه حلقتنا الثالثة من برنامج ليالي العيد، ونتمنى إن شاء الله نكون حن وياكم وضيوفنا خفاف عليكم بإذن الله. إن شاء الله يا عبد الرحمن يا مرحب ومسهلا بالجميع. وضيوفنا الليلة وكل ليلة من ليالي العيد تركوا بصمتهم في كل في مجاله. فمن ضيوفنا الليلة إعلامي ناجح تنقل بالعمل من الصحافة المسموعة في إذاعة قطر إلى المرئية في التلفزيون، وأخيرا حط رحاله في جريدة الراية كمدير تحرير لها، فضلا عن كونه كاتب في مجال الأدب الساخر. نرحب بالإعلامي والكاتب ماجد الزبارة. يا مرحبا ومسهلا وعيد الله عليك مبارك. عيد الله عليك مبارك، وكل عام وانتم بخير، وأنا سعيد بهالاستضافة وشاكر لكم يعني، ونحب نمسي على الكل وكل عام وانت بخير ان شاء الله. صحه وسلامه. وانت بخير وصحه وسلامه. وايضا مشاهدينا الكرام يسعدنا ان نستقبل في استديو ليالي العيد ضيف له وزن كبير على الساحه الفنيه القطريه والخليجيه والعربيه، حيث بزغ نجمه منذ التسعينات وقدم العديد من الاعمال المسرحيه والتلفزيونيه. نرحب بالممثل والاعلامي القدير الاستاذ علي المالكي. مرحبا بك استاذ علي، شرفت نور. يا هلا ومرحبا ويعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك. بصراحه بهالمناسبه الحلوه نهنى القيادة والشعب بمناسبة العيد، نقول لهم كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة، وتقبل الله طاعتكم إن شاء الله. مشكورين على الدعوة الكريمة. يا مرحبا. حق واجب. مرحبا بك. ومن ضيوفنا المميزين الليلة قامة إعلامية جمع بين العمل في الصحافة الثقافية والعمل في الميدان الثقافي نفسه. اليوم سنتحدث معه عن سيرته الذاتية وكيف كان يقضي العيد من قبل في السودان والفارق بين الثقافتين القطرية والسودانية. يا مرحبا ومسهلا بالإعلامي محمد الربيع. يا مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ فهد، كل سنة وأنت طيب. صحة وسلامة. والجميع بخير إن شاء الله، عاد الله عليكم بالصحة والخير والسلام والبركات وعلى بلادنا جميعا. يا مرحبا. مرحبا. أنا ودي أبدأ بالأستاذ ماجد الجبارة. مرحبا بك أستاذ ماجد مجدي، نقول كل عام وأنتم بخير ويدر عليكم مبارك. إحنا في ثالث ليلة من ليالي العيد، الله يعيدها إن شاء الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل خير. أستاذ ماجد، من وجهة نظر إعلامية يعني، شلون لاحظت تطور العيد بشكل عام من حيث الفرحة، سواء من الجيل القديم أو من الاحتفالات القديمة إلى الاحتفالات الحديثة اللي نشوفها حاليا؟ إيه نعم، بالنسبة لسؤالك أنا أتوقع أن هاي السؤال هو سؤال وجودي يتكرر كل سنة في كل المحطات وفي كل الدول العربية. الفرق بين العيد الأول صح. والعيد الحين، هل العيد الأول أفضل ولا العيد الحين أفضل؟ أنا أعتقد
صعب نقول ان العيد الاول افضل من الحين ولا العيد الحين أسوأ من العيد الاول. المرحله العمريه اللي تفرق مع الشخص بالضبط، يعني في النهايه هو ارتباطنا ذكرياتنا يمكن هي اللي تفرق في تحديد العيد، يعني ميزه العيد او جماليه العيد بين الاول وبين الحين. بالنسبه لنا احنا كجيل، يعني مثل ما قلت احنا ما دام نتكلم عن الجيل الاول يعني انت كبرتنا وايد، احنا شباب انا وياك انت في صف واحد قبل الهواء، انا وياك وانا على المالكي في صف واحد. لا لا بالعكس، محمد الجوار طبعا حكم. بالعكس انت اللي شباب، لكن احنا نقول عيد الاول يمكن فيه البساطه، يمكن هذا اللي تفرق الحين. مش معناته البساطه ان الحين فيها الحياه اللي احنا نعيشها مرفهه ونعيم ان هاي شيء سلبي، بالعكس يمكن يكون شيء ايجابي. صحيح. احنا بس ننظر لذكرياتنا، انا اتوقع هي الذكريات بالنسبه لنا هي الفارق. صح. لكن لما ننظر لعيالنا او الجيل الجديد هذا اللي طالع، بالعكس بالنسبه لهم جيل محظوظ. جيل محظوظ. انا اقول لهم جيل محظوظ، يعني العيديه تجيهم وهم في مكانهم، وبالعكس يمكن العيديه تكون اكثر من اللي احنا نجمعه لما احنا نكافح. يعني احنا على ايامنا الحين نجيهم بالساهل، ها بالساهل بدون احنا نحس فيها نجيهم بالساهل. صحيح. لكن احنا على اساس انك تحصل المبلغ توصل 100 ريال ولا 50، هل كان مبلغ كبير يعني ايام قبل انك توصل هالمبلغ، كانت ايام ان فيها معاناه. يعني احنا لما نطلع من الفريج من بعد صلاه العيد مباشره، بالنسبه لي انا كاحنا من اهل اليسرى، كنا مولين في اليسرى، فبالنسبة لنا أن نطلع من اليسرى بنمر على مشيرب ومنمر على الفريج البدع وعلى فريج رميلة، يعني هذه المناطق اللي كلها راح نزورها في النهاية كم حصيلتك راح تكون؟ صح. في النهاية لما تجمعها مبالغ بسيطة، لكن بالنسبة لنا شيء كبير ومشوار. صح. يعني يمكن ياخذ يوم كامل من الصبح لين العصر. صحيح بالضبط. وأحيانا للعصر نروح في كم من بيت نعرف أن هالبيوت يعني هم ناس معينة لا يجلسون للعصر ونروح نجمع فيها. متعة فيها، متعة فيها متعة. وأحيانا بس اللي نجمع مع عيد الفطر وعيد الأضحى على أساس إنه يكون مبلغ معتبر، يكون مبلغ له قيمته. في النهاية وين نروح نصرفه؟ على أيامنا ما كانت في هذه المجمعات وهذه الألعاب، كان في محل يمكن الناس اللي على جيلنا يمكن الناس تذكر محل توم وجيري وملك الألعاب، يعني على أساس إن إحنا نصرف العيدية أو من هالمطاعم اللي كانت موجودة مشهورة في أيامنا، على أيامنا كانت مشهورة. راح المجهود في جلسة واحدة بالضبط. لأن المبلغ اللي أنت جمعته شيء بس، لكن بالنسبة لنا كان قيمته في هذه في الجمعة مع في الفريج مع عيال الفريج، وهذه الميزة اللي كانت فيها. عندك نقطة يعني مقطع كلامك أستاذ ماجد، لأن هذه البساطة اللي موجودة يعني هي اللي تحفز الواحد أنه مثلا يجمع يروح مثلا يخليها في مكان واحد، لكن يحس بلذاتها. ننتقل شوي للموضوع، يعني قبل ما ننتقل لفهد وايضا ضيوفنا الكرام، ذكرت نقطه في البدايه ان هذا السؤال دائما يتكرر سواء في قطر او في الخليج او حتى في يعني في الوطن العربي بشكل عام. السؤال هو ليش هذه النزعه يعني او هذا الاشتياق موجود بين الجيل القديم وبين الجيل الجديد؟ مثلا الجيل القديم يقول مثلا للاجيال الحاليه لا انتم ما تعبتوا ما شفتوا اللي احنا شفناه مثلا سواء في الاعياد وغيرها، والجيل الجديد يعني ما يلام نفس الوقت ما شاف يعني او ما عاش او عاصر مثلا هذه الحقبه الزمنيه القديمه. ففي في في شوي يعني هل هو مثلا السبب ان الاجيال تغيرت او ان خلاص استلموا الرايه الجيل الجديد الان، فتعرف يعني نظام الحياه كله تغير. صح. شوف انا اتوقع ان هذا السؤال ان السبب تكراري، يمكن احنا نحب نتلذذ في الماضي او ان احنا نحب نكون ذكرياتنا. السبب ليش السبب؟ اتوقع ان احنا الخوف من القادم. بالنسبه لنا كجيلنا ممكن احنا نخاف من المستقبل، نخاف من الجيل القادم، وان نخاف على عيالنا اولياء امور في عندهم مسؤوليات. لكن لما احنا لا ننظر لنظره موضوعيه ونظره ايجابيه، انا اتوقع الجيل الحالي جيل محظوظ. يعني مش مساله ان احنا على اساس ان العيديه صار مثل ما قلنا في البدايه بس مجرد دعابه ان احنا صارت العيديه اسهل وصارت المبالغ اكبر وصار لا احنا نتكلم ان هذا فعلا هذا الجيل محظوظ. فاحنا يمكن نتكلم ان احنا شفنا عانينا وشفنا المعاناه، فاحنا نخاف من القادم. انا اتوقع لا، يعني لو احنا نترك هذه السلبيه او ان احنا نحب جلد الذات، يعني احيانا احنا نقول لا انتم الجيل انتم كذا جيل منعم، بالعكس لكل جيل لكل هاي حاضر والمستقبل لا حياتهم لا حياة. صح. بالضبط. فهم لازم يعيشون هذه الحياة. احنا كلام. المفروض ما نخاف او كل مرة ننتقد هذا الشيء، لا انا اتوقع ان القادم بيكون افضل
وما دام احنا نحافظ على العيد وهذه الجمعه، اتوقع احنا هذه جمعتنا ما كانت في الماضي موجوده، هذا شيء ايجابي ان احنا نجتمع ونحن نتناقش مع بعض ونشوف تبادل افكار وذكريات. أكيد. بالضبط. فهذه هي الفرق في النهايه، العيد مثل ما هو ما راح يتغير العيد، لكن احساس ممكن يتغير، لكن احنا مع كل جيل لا احساسه ولا متعته ولا لا طعمه. صدقت بالضبط. يعني نقول ايضا يمكن الشيء الوحيد اللي ما تغير في جميع الاجيال اللي هي السعاده والفرحه والابتهاج في مثل هذه الايام اللي هي ايام العيد. نروح للاعلامي علي المالكي مثل ما ذكر، اعتقد ان ايضا هناك نسبه كبيره للواحد يحن، هي المحنيه تحن للماضي، هي هذا اكبر سبب انك تشتاق، مع ان ذيك الايام يعني كل انسان يمر بظروف وايضا يمر في مواقف ما وده انه يرجع لها في الماضي. نبغى ذكريات علي المالكي ايضا في مثل عيد الاضحى، خاصه عيد الاضحى بالذات اللي نعيشه هذه الايام. والله بصراحه يعني انا بالنسبه لي العيد قبل احلى واجمل وكل الايجابيات اللي كانت في الايام قبل افضل من الحين، وجهه نظري. وجهه نظر صح. كنا نشوف العيد في عيون الطفل غير الحين. كنا نشوف العيد مع الربع، المجالس مفتوحه، للزيارات ليل. بس هذه موجوده الحين صار موجوده بس مو مثل قبل. لا انت قصدك المجموعه اللي يمشون في الفريج. طبعا. لكن الحين يعني الفريج الواحد قصدي انا. الحين صارت اسهل، اللهم لك الحمد، والنعم هذه تحتاج منا شكر ان هناك اكثر وسائل مواصلات، السيائر كثرت عشان هالشكل يروحون في سياييره. المفروض الحين يكون افضل. بالنسبه لي قلت لك لا، انا الطفل رقم واحد عندي في العيد. شوف الطفل قبل فرحته وتشوفه الحين. لان انا اصلا يعني اشتغلت مع الطفل من خلال المسرح، من خلال الامور هذه. صح. وانا بشكل عام احب الاطفال يعني. فلما تشوف الطفل من بدايه اول ما ترجع من صلاه العيد، البيبان تطاقق، عيدكم مبارك، والزيارات رايحين وجايين. لكن يعني الحين انا ما اقول لك يعني كلش ما هو بشيء، ولكن مو مثل قبل. قلت الروح والمعنويات اللي انا شفتها في العيد غير الحين. زين، ممكن حد يرد عليك يا استاذ علي انه يقول لك خلاص من جيل تغير، هو صح فرحانين موجودين صح، يعني مثل ما ذكر استاذ ماجد نقطه مهمه، ان في ناس في عندهم شوي جلد الذات والخوف من المستقبل، يمكن من زياده الحرص، من حرصك مثلا على الطفل صح، ممكن ما تشوف هذه الفرحه، لكن ممكن واحد في الجانب الاخر بيقول لك شخص ثاني لا بالعكس يفرحون في العيد والابتسامه موجوده، يروحون يدجون في الشوارع حتى يسوون يعني صوب جيران في المجلس يعني الى الان هذه الفرحه تعتبر موجوده الى الان. هي موجوده بس انا قاعد اعطيك نسبه وتناسب. صح. انا اقول لك النسبه قبل لا، الحين ما اعطيك كلش يعني سلبيه الحين لا في محنيه للماضي. في الماضي له دور، لها ذكريات حلوه يعني، واحد ذكريات الطفوله، ذكريات قبل واحد ما ينساها مهما كانت، سواء يعني انت لما تقوم تشوف اهلك قدامك وزيارات بين الاخوان والاخوات غير الحين. الحين يمكن نهايه اليوم تقابلون، وبعضهم سافر من يوم عرفه، واكثريت ما بعد في العيد وين فلان سافر، وحن اكثر الناس بث في السوشيال ميديا شغالين. يعني قبل كان في تلفونات ما في القعده والسوالف، والله الحين انت قاعد مع ربعك مع اهلك، اللي ماسك جواله يا اخي هد التلفون قاعد تسولف مع اهلك، تسولف مع امك، مع ابوك، مع اخوانك. صدق. بشكل عام يعني هذا المفروض احنا نشوفه. الحين السوشيال ميديا خلى كل شيء، مع المفروض انا بالنسبه لي مثل ما قلت لك كان زين الايام الحلوه ترجع، العيد قبل غير الحين. الحمد لله. احنا نرحب فيك استاذ محمد، اقول لك مرحبا في بلدك الثاني، في مكانك الثاني، وانت يعني بين اهلك وبين ربعك. خلينا نتكلم عن اجواء العيد استاذ محمد الربيع، شلون تعيش الاجواء العيد بالنسبه لك وانت مقيم ايضا في دولتنا الحبيبه قطر؟ الله يبارك فيك استاذ عبد الرحمن، كل سنه وانتم طيبين مره اخرى. بخير صحه وسلامه. والجميع بخير، وان شاء الله ربنا يعيد علينا العيد، بلادنا كلها تنعم بالسلام والامن. العيد انا افضل تعبير يمثل بالنسبه لي العيد سمعته من المرحوم الاديب الروائي الطيب صالح، الاديب الروائي الكبير استاذ الطيب صالح، قال الانسان لوحده مثل حبه القمح العزلاء، لما يكون في كوم بيكون ما بيكون عنده قيمه، بمجرد ما يدخل يصير في كوم بيكون عنده قيمة أكبر. فالعيد بالنسبة لي هو ملخص في هذه المسألة، هو الانتماء للجماعة، الإحساس بأنك جزء من كل، أنت لست وحدك. قبل العيد كل منا يركض في اتجاه ويبحث عن أسباب الرزق لوحده،
ويركض ويضرب في الآفاق وفي الاتجاهات وكذا. حتى لما يكون موجود بيكون موجود مع جماعته مثلكم أنتم مثلا كإعلاميين تكونوا موجودين في الوسط الإعلامي. نحن كصحفيين نركض في الميدان نكون. لكن في العيد نجتمع كلنا جميعا والأول مرة نكون في هذا بهذا القرب من. فهذا معنى من المعاني الكبيرة التي يحققها العيد. اثنين معنى الانتقال من الضجيج للسكون. قبل العيد أكيد كلكم بتتذكروا حتى لحد مرحلة التجهيزات ليلة الوقفة الناس بتكون في حالة صعبة. يعني مصطلحنا نقول شطة مش تطينة. فعلا هو اشتطاط فعلا بالمعنى البلاء. فجأة صباح العيد تهبط السكينة على الناس والمودة. التعبير عن المودة رغم أنه الناس في الأحوال العادية تكون بيناتها في وداد وفي وصال، لكن عندما يأتي العيد تحس بأنه هذا الود اتسع مداه أكثر وأصبح الحياة معناها مختلف. معنى العبادة أيضا العيد يتغير. الكلام اللي قاله أستاذ علي والكلام اللي قاله أستاذ مايد، هذه التحولات في الحياة تنعكس أيضا على التحولات في معنى العيد. صح. عشان كده العيد نحن في كل مرة بنحس إنه هو جديد. تغيرت الحياة، دخلت التكنولوجيا، جاتنا حقائق جديدة تخص العيد. هذه الحقائق مضافة إلى حياتنا، مضافة لعبادتنا. صحيح. زمان إذا حكوا لنا يعني خاصة جيلنا إحنا الجيل القديم إذا قالوا لنا إنه في حاج وشايل وبيعمل سيلفي في مكة نقول هذا يعني مش معقول يعني. في شيء هذه غير مقبول يعني. هذه المسألة إنه العيد رحلة طويلة والأجيال القبلنا يعني الناس كان بتسافر بالجمال وخاصة الناس اللي كان بتجي من أعماق ويقعدون فترة طويلة. صحيح. بالأشهر شهور وفي الطريق يتزوجوا ويلتقوا ناس تانيين وفي الطريق إلى الحج يعني. حياة ثانية يعمروا بلاد وقرى هذه التحولات تنعكس على حياتنا. لكن أهم معنى بالنسبة لنا إحنا يعني إحنا عشنا بالنسبة لي أنا شخصيا عشت في قطر الآن 20 سنة ما شاء الله وعيالي كبروا هنا يعني في هذا المكان يعني. فلما أعود هناك أعود إلى مكان افتقدته 20 عام. صح. أعود إلى الجذور، أعود إلى أجيال بسبب العمل وبسبب السفر انقطعت العلاقة بينه كأجيال وكأفراد هذا العيد يحقق هذا الوصل مع الناس إلى جانب بر الأهل والتواصل مع الأقارب. يعني نقدر نلخص أستاذ محمد أن العيد هو حلقة الوصل يعني في الأول والأخير. يعني أي واحد مثلا من غربة من أعمال يعني تأخذ خاصة في الأعمال في الوقت الحالي يعني الأوقات متأخرة. فالخلاصة أن أو نقدر نطلب الخلاصة أن العيد أو الأعياد بشكل عام هي حلقة الوصل الاجتماعية نقدر نتكلم. صحيح. الله يعطيك العافية. احنا مستمرين معكم يعني ضيوفنا الكرام، لكن نذهب إلى هذا الفاصل ونتابع بعد ما تبقى من برنامج ليالي العيد. خلوكم معنا. العيد هالهلال ونور سمانا، تعال
علي نعيد وبالفرحة نبارك لحبابنا واصحابنا واللي لفانا تعالي نعيد وبالفرحة نشارك أحبابنا واصحابنا واللي لفانا العيد ضيف وصل لك وسط دارك نفرح نعيد كلنا واللي معانا العيد ضيف وصل لك وسط دارك نفرح نعيد كلنا واللي معانا أهلك إخوانك بيتك العمر وجارك 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 تعالوا ونعيد وبالفرحة نبارك تعالوا ونعيد وبالفرحة نبارك عساكم العوادة عساكم العوادة يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام نجدد الترحيب بضيوفنا في الاستديو السيد ماجد الجبارة مدير تحرير صحيفة الراية والسيد علي المالكي ممثل وإعلامي قطري وأيضا السيد محمد الربيع كاتب وصحفي يا مرحبا بكم بعد هذا الفاصل نواصل ما تبقى من حلقة الليلة من ليالي العيد الليلة الثالثة نجيك صاد محمد يعني خلينا نتكلم الآن في الوظيفة نفسها وظيفة الصحافة يعني شلون أنتم توثقون في الصحافة مثل يعني الأعياد وأيضا تربطون التراث في مثل الأعياد في مجال عملكم أنا أتوقع الصحافة هي مسؤولية كبيرة بالنسبة لتوثيق التراث صحيح بالنسبة لنا احنا كتوثيق التراث لما نتكلم عن توثيق التراث بشكل مبسط لما نقول عادات العيد ايه؟ يعني لما نتكلم من عادات العيد اللي عندنا القطر اللي هو البشت أنا أتوقع هذا البشت إنه وزارة الثقافة وإدارة التراث وهاي أنها تحافظ على هذا الجزء وتعتبره جزء من التراث من التراث القطري الأصيل وأنه يعتمد في اليونسكو فهذا شغلة مهمة وضرورية والصحافة دورها أيضا لا يقل عن هذا الدور نعم. موضوع توثيق التراث أن احنا ما نتكلم عن التراث احنا ما نتكلم عن مجرد عادات أو تقاليد هوية أو هوية بالضبط مثل ما قلت هي هوية هي صحيح. تعبر عن ذاتك تعبر عن شخصيتك تعبر عن أصلك وفصلك وهذا منبعه من وين يعني هذا اللي متكلم عن التراث والمحافظة عليه فالصحافة بهذا الجانب أنها لها دور كبير في المحافظة على هذا الجزء إن هي بالنسبة هي وثيقة لما احنا نتكلم عن مثلا الصحافة نتكلم عن صحيفة الراية لو نتكلم هي صدرت من في بداية نهاية السبعينات فهذه المرحلة من نهاية السبعينات لين الألفية ومن بعد احنا 2024 هذا جزء من التاريخ الصحافة تحافظ على الجزء احنا ما نتكلم بس عن الراية نتكلم عن باقي الصحف لو نتكلم عن الإذاعة أو التلفزيون من نفس الطريقة يعني هي شلون تحافظ على هذا التراث أتوقع أن القرار اللي صدر بإنشاء دار الوثائق القطرية يصب في هذه الناحية أن تحافظ على تراثك يعني. على الإرث مثل ما قلت هو إرث وهو هويتك هو شيء مش بسيط لازم يكون أرشيف بالضبط لازم يكون هناك أرشيف صح. أتوقع أن احنا بالنسبة لنا أن هذا الأرشيف متوفر مش بس بالنسبة لنا كأرشيف متوفر بالنسبة للدولة أنا أتوقع حتى الأشخاص موجود عندهم هذا الأرشيف اللي هم حتى دار الوثائق القطري تستعين بأفراد صحيح. على أساس أنهم هذا الارشيف ومنها يعني انا صراحه يعني ما نبغى نمدحكم يعني وانتم يعني قليل فيكم صراحه المدح يعني لكن انتم يعني ما شاء الله يعني في صحيفه الراية ايضا جميع الصحف اللي موجوده لكن من اوائل الصحف اللي اطلقت حتى وسائل التواصل الاجتماعي مثل الراية زمان او الراية بالضبط. القديم فالصور ايه؟ هذه انا كنت والله اتابعها اول باول يعني المقالات في السبعينات في الثمانينات صحيح. المواكبه مثلا للاعياد الافراح المشاكل وغيرها ويعني هذه كلها يعني هذا يعتبر من ضمن الإرث صح مثل ما قلت هي الراية الأول هي تصدر كل سبت هي تأصل وتأرخ لمرحلة معينة من بداية في الثمانينات احنا لما في هذه السنة لما نجلس نعيد ذكرياتنا يعني نستغرب شلون كنا عايشين عيالنا لما يشوفون هذه مثلا لما يشوف
كيبل ويلس او يشوف البلي يعني يتساءل عن شنو هاي بالنسبه لنا احنا كنز يتساءل ويحس بالنعمه اللي هو فيها بالضبط هو هذه يحس بالنعمه اللي هو فيها وهاي يعودنا للموضوع اللي بديناه في البدايه ان بين العيد الاول والعيد الحين يعني حتى هذا التوثيق يبين المراحل اللي انتقل فيها العيد من مجرد العادات والتقاليد وشلون انتقل لهذه المرحله احنا كدورنا احنا نحافظ على هذه التقاليد مش احنا دورنا احنا نستنسخ العادات القديمه او لا احنا بس مجرد احنا نحافظ على التقاليد صحيح. ونرسخها في اذهان الطلاب لكن مش احنا نستنسخ فرحتهم او نستصغرها فهذا هو اهميه المحافظه على التراث مثل ما قلت هو يعزز الهويتنا ويعزز الارث للدوله جميل نعم. جميل انا ودي انتقل للفنان القدير الاستاذ علي المالكي انت واكبت اولا غير انك يعني فنان قدير ولك بصمه على التلفزيون ايضا يعني واكبت الاعلام يعني دخلت كنت في التلفزيون وايضا في الاذاعه المسموعه شلون واكب الاعلام بشكل عام اعلام القطري يعني فرحه الاعياد من خلينا نقول من فتره السبعينات لين مثلا منتصف التسعينات الى اخر التسعينات يعني شلون شفتها انت وهذه المواكبه يعني والله بصراحه بشكل عام الاعلام والمسرح بشكل عام والاذاعه والتلفزيون الحركه كانت غير عن الوقت الحالي مثل ساعه تكلمنا عن العيد في السابق والحاضر الاعلام نفس الشيء انا اشوف الاعلام يعني مش قصورا في الموجودين الان لكن الحركه كانت ايضا كانت غير طبعا الصحافه الحين مو مثل الحين الان الصحافه عن طريق السوشيال ميديا لكن الجريده كانت شيء مهم بالنسبه للشخص المثقف شخص الاعلامي بشكل عام احنا كفنانين او كاعلاميين كنا يعني متواصلين يعني يومين لازم نقرا الجريده ونتابع الاحداث ونتابع الاخبار تعتبر كمرجع مرجع نعم وايش الاشياء الجديده اللي راح تصير و المقالات بشكل عام يعني كانت تتحدث عن ما يدور في الوقت الحالي يعني بشكل عام تتشوق حتى المجلات يعني حتى اتذكر انا حتى مجله ماجد انا كنت من ضمن المتابعين لمجله ماجد اليوم كنت ما اصدق اليوم الاربعاء هل المجله تنزل فراح اشتري يعني الحمد لله فالصحافه بشكل عام الاعلام بشكل عام حتى الاذاعه كانت برامج يعني الان في برامج ما اقول لك لا ولكن البرامج في الفتره السابقه تي الصبح وانت طالع من دوامك برامج يعني تتشوق ان تبي تعرف شو الجديد يعني لين بالليل احنا بس ما نبغى نتوسع يعني استاذ علي بموضوع ان دور الاعلام في مواكبه الاحداث احنا بنتكلم بس عن فتره الاعياد يعني صح. كيف كان الاعلام مثلا والمسرح خاصه المسرح يعني راح نتطرق له بشكل يعني مفصل لكن واكب فرحه الاعياد بشكل عام احنا ممكن نتكلم من جانب الصحافه المقروءه يعني كيف كانت مثلا صحيفه الرايه كم هذا التوثيق مثل ما ذكر الاستاذ ماجد يعني ارث وبنفس الوقت الحفاظ على التراث لكن انت كوجهه نظر من ناحيه فنان وايضا مارست الاعلام يعني وخاصه في مواكبه الاعياد يعني كان في حركه كبيره كلمنا شوي عن هذه الحركه يعني. الحركه الاعلاميه في فتره العيد كانت غير يعني انا قبل لا ادخل ايضا في الحركه عشان اواصل من خلال الصحافه انا ايضا كنت صحفي في الجريده كنت اكتب كانت لي زاويه في جريده الرايه ومن ثم انتقلت الى جريده الوطن العيد مثل ما قلنا بشكل عام كمسرح إذا بتكلم كإعلام أنا كإعلام وكنت مع الفن بشكل عام بصراحة أنا قبل العيد بس يعني بشهر تقريبا إحنا كنا مثل ما أقول شبه معسكرين في المسرح خاصة إذا كنا نقدم مسرح للطفل يعني إحنا كنا نستعد للعمل المسرحي كيف نقدم هذا العمل للطفل يعني لأن مسرح الطفل أصعب بكثير من مسرح الكبار لازم تكون حريص جدا ايش اللي تقدمه للطفل وانا ما شاء الله عليه حتى قبل الهواء يمكن نسولف مع بعض كان تركيزك كله على الطفل صحيح. يعني كل التركيز يعني تقول 90% من اعماله كلها مركزه على الطفل أيوة. انا اشوف من اذا بتسال حتى اي واحد من الفنانين بيقول لك يعني انا يمكن اكثر الاعمال من اكثر الممثلين الموجودين حاليا اشتغل مسرح طفل السبب. ما شاء الله يعني حتى مع احترامي لعبد الهادي جاسم الله يرحمه يعني انا كنت كان لي رصيد في اعمال الطفل اكثر، سبب حبي للطفل اكثر شيء. يعني انا صادفتني مواقف جدا كثيره يعني، على سبيل المثال احد المسرحيات انا بس مرضت اعتقد مسرحيه الذيب وليلى. فالفتره هذه طبعا كنت مريض وصوتي رايح يعني. فتاجلت المسرحيه او العرض المسرحي لهذا اليوم بسبب صوتي يعني.
فكتبوا في الجريدة نعتذر عن عرض اليوم مثلا بسبب مرض الفنان علي المالكي. المهم بعد ثاني يوم قدمت العرض، خلصنا المسرحية، في أثناء التحية جاني طفل فيجي فوق يسلم علي، أعطاني ورقة ملفوفة طبقها، قال لي سيد علي لا تقراها إلا وأنت طالع من المسرح. قلت أوكي، أعطيته الأخبار وأنا طالع كبت السيارة بعد ما غيرنا ملابسنا وطالعين، ورقة شو مسوي قاص الولد الصورة من الخبر عن المسرح الجريدة أيوة وحاط يعني خط طفولي يعني كم كنا في الصف الرابع يمكن الخامس. الحمد لله على السلامة يا علي، هذا ايش تسوى هذه؟ وللحين عندي هالورقة على فكرة، سبحان الله محتفظ بها يوم عن يوم سنة عن سنة. لما تشوف الطفل بالطريقة هذه، لا أول شيء شلون أثرت فيك هالورقة؟ أنا أبغى أشوف يعني كيف حسيت وانت تقرأ هذا الشيء، يعني واحد من الأطفال يهتم فيك، يعني شلون كانت ردة فعلك؟ يعني ردة فعل شو أقول لك، يعني أتفاجأ أول حاجة من 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 شخص صغير، معناته إن أنا وصلت لقلب هذا صحيح المشاعر. قدمت له يعني حبني أنا من خلال المسرح. زيادة أيضا حدث آخر في مسرحية من مسرحيات كنت باخذ دور شري، يمكن أول مرة أخذ دور شري اللي كان معي النكسة إيه كان معي الفنان نصر عبد الرضا، مسرحية أحدى بنوتردام، لا والله بيني وبينك ما بتذكر. المهم إنه في آخر مسرحية فيذبحوني على المسرح لو نصر عبد الرضا الفنان، فأكون فوق على المسرح فأطيح خلف شو اسمه، أسمع صوت الصياح من طفل، أسمع صياح يصيح أحسبها صدق هذه ما أدري شو السالفة، أنا بالي يعني اللي هالي يصيحون على المسرح. خلصت المسرحية، الأم جابت الولد هذا يبي يشوفك، يقول علي مالكي مات، علي مالكي مات على المسرح. يعني ما يرضى ما 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 هدأ إلا عقب ما شافني عقب المسرحية، براءة يعني تشوف المواقف هذه صح، وما تحب هالأطفال. اي والله يعني صحيح. نقدر نقول هذه نقطه مفصليه لك انك تحولت مثلا او كان يعني نصب تركيزك على الطفل بشكل عام. اي والله صراحه بيض الله وجهك. روح للاستاذ الحين محمد. استاذ محمد ابي نتكلم ايضا عن ما هو الفريد والمميز في الثقافه القطريه بالنسبه لك انت كاستاذ محمد، وايضا الفريد في السودان في عيد الاضحى. هو طبعا على صعيد الثقافه تحديدا الانتماء السودان وقطر للمنظومة العربية الإسلامية بيجعل في مشتركات كثيرة بيناتهم وكذا، لكن السودان بيتميز بالسودان قارة وثقافات مختلفة. السودان قارة وثقافات مختلفة صح، والسودان بينتمي يعني موزع بين أمتين، بين يعني آسيا وأفريقيا، آسيا في بعدها العربي والإسلامي وإلى أفريقيا في بعدها الثقافي الآخر، فهذا المزيج بيعطي السودان خصوصية صحيح. وهذه الخصوصية أيضا بتنعكس في حتى في المناخ، تعددية في المناخ، تعددية في الأعراق، تعددية في اللغات، فلتجد للمعنى الواحد أو للممارسة الواحدة تجد لها عدة أشكال وألوان نسخ صح داخل السودان. العيد تنتقل من مدينة إلى مدينة ومن إقليم إلى إقليم ومن مناخ إلى مناخ، تجد يعني ممارسات مختلفة خاصه على الصعيد الاجتماعي، لكن الجوهر وحيد هو علاقة الإنسان بالإنسان، حرص الإنسان على التواصل مع الإنسان، وزي ما قلنا في بداية الحلقة هو يعني ملخصة التنعم بالعلاقة مع الإنسان بشكل مباشر اللي بيوفره العيد. أنت تستطيع أن تكتشف هذا التنوع الهائل في كتابات المثقفين الروائيين اللي كتبوا عن مناطق مختلفة في السودان. احنا نبغي أمثلة يعني أستاذ محمد لو يحضرك، يعني مثلا لو إذا قرأت موسم الهجرة للشمال طيب صالح، أو بندرشاه روايات بندرشاه، أو
مريود للرواية الكبير الطيب صالح أو عرس الزين، هذه فيها نماذج هو ما يسمى بالألفة في المجتمع، حياة المجتمع نفسها والثقافة. احنا نبغي أمثلة حية، يعني بعض العادات والتقاليد اللي ممكن تختلف من مكان لمكان، هي العادات الشمال إلى الجنوب فيما يخص يعني لا يوجد يعني لا توجد فوارق جوهرية نوعية، يعني فوارق نوعية بين يعني ناس هي نفس الممارسات، ناس بتجتمع في عند البيت الكبير، بتلتقي الأهل، بتطلب رضا الوالدين، تقسم الذبائح على في أكلات معينة وعلى طبعا هذه ممكن أن يكون فيها لأنه ثقافة الطعام مختلفة، ممكن أن يعني نحن بناكل الكسرة مثلا اللي هي هنا بدلة في الرقاق أو الرقائق بتتأكل، فبتحس في أنه في ثقافة الطعام في اختلافات درجية، يعني مش اختلافات نوعية يعني في وزي ما قلت لك السودان بلد واسع، صحيح في أي مكان أنت بتجد خصوصية وطعم مختلف ونموذج مختلف للحياة والإيقاع، إيقاع الحياة مختلف. نعم سبحان الله، دائما نقول إن كل مكان كل ثقافة كل بلد لها طقوسها لها عاداتها لها ويتوارك، اللي يربط الجميع كله مثل ما ذكر الأستاذ محمد الإنسان وارتباطه بالإنسان، وأيضا الابتسامة والفرحة هي الدارجة. مشاهدينا الكرام، قبل متابعة برنامجنا لابد أن نشكر محل كيك كورنر على توفير الفوال الموجودة عندنا في الاستديو، وأيضا نشكر محل بلازا هولندي على تنسيق هذه الورود الجميلة والشتلات التي تزين استديو ليالي العيد. والآن نتوقف مع فاصل ونتابع بعده برنامجنا، لا تروحون بعيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، نرجع نرحب بضيوفنا من جديد، الأستاذ ماجد الجبارة مدير تحرير صحيفة الراية، وأيضا نرحب بالفنان والإعلام القدير الأستاذ علي المالكي، وأيضا نرحب بالأستاذ محمد الربيع الكاتب والصحفي. أرجع لك أستاذ ماجد، يعني شوي أسهبنا شوي وتكلمنا عن موضوع الإعلام وغيره، خلنا نخصص شوي للراية، يعني هم يستحقون منا كل الشكر والتقدير. يعني لما نتكلم عن كواليس العمل الذي عدت أنت وتم العمل عليه، نقض كواليس العمل الفوز بجائزة الفضية في مجال الإعلام الرقمي، أكلمنا شوي عن هذا الموضوع. هو شوف هذا أنا بالنسبة لنا كجريدة الراية أن احنا نفوز في الشراع الفضي، هذا كان بالنسبة لنا إنجاز، يعني بالنسبة لنا أن كصحيفة تشارك في مهرجان كبير اللي هو المهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، احنا شاركنا في فئة الإعلام الرقمي عن برنامج البودكاست، هاي كانت الأول مرة أن الصحافة تشارك في هالمجال وتدخل هذا المجال، والحمد لله استطعنا أن احنا نفوز بالجائزة الفضية، وهذا شيء يحسب للصحافة القطرية
بما لا شك فيه أن الصحافة القطرية يعني قطعت شوط كبير، وأتوقع أن هذا الفوز شيء بسيط يحسب للصحافة القطرية. بالنسبة للبرنامج اللي فزنا فيه البودكاست اللي هو كان يعني أقول من إعدادي وتقديمي هذا البرنامج، وكان أنا سعدت فيه في اللقاء مع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، تناقشنا فيه عن رحلة حياته. كان البرنامج اسمه يوم أمس. فكرتي في البرنامج هذا أن إحنا هذا اليوم اللي إحنا نعيشه ما كان ليكون لولا يوم أمس. صحيح. فتقديرا للشخصيات والناس اللي صنعوا يوم أمس فكان هذا البرنامج. فكان برنامج اللي هو البودكاست اللي هو يوم أمس، والحمد لله استطعنا الفوز فيه بالجائزة الفضية. بالنسبة لنا هذا البرنامج الفوز هذا ما كان يعني وليد الصدفة. لو نرجع في الفترة اللي اشتغلت فيها أنا في الإعلام، يعني بالنسبة لي ما بكبر نفسي وايد، لكن احنا مرينا ب 25 سنة تقريبا اشتغلت في الإعلام. من تخرجت من جامعة قطر في تخصص الإعلام، اشتغلت في تلفزيون قطر في التحرير في الأخبار. كنت أشتغل مجرد محرر. يعني احنا أنا أقول حق هذا الجيل أن العمل كل ما تبتدئ وانت صغير صح كل ما راح توصل للنهاية. نعم. ممكن النجاح يتأخر، يعني أنا ممكن انتظر 30 سنة لين ممكن واحد يتأثر بس ما ممكن صح، لكن في النهاية راح يوصل لحق هذا النجاح. احنا نقول حق هذا الجيل لا تستعجل، كل شيء بوقته حلو مثل ما نقول بيض الله وجهه. إيه هذا الجيل يعني يستعجل؟ لا بالعكس، مر بكل المراحل، بكل مراحل الإعلام. أنا الحمد لله لحسن حظي أني أنا أول ما اشتغلت في مجال التلفزيون في الأخبار، كنا نشتغل في خلف الكواليس، كنا نشتغل في الأيام اللي هي شفتات نسميها احنا العمل الإعلامي، لما نقول عمل متعب إنه شفتات في الوقت اللي أنت تروح فيه. مثلا هذا احنا جالسين في العيد، هذا أنت والمصورين يعطيهم العافية، في ناس قاعدين مرتاحين في بيوتهم. صحيح صح. لكن هذا العمل الإعلامي لابد من هنا ضريبة. إذا لكن نتكلم عن الإعلام أستاذ ماجد أكيد نأخذ وقت طويل، ومثل ما أنت عارف أنت إعلامي إن الوقت يداهمنا بالضبط أحب في النهاية. صحيح. خلنا ننتقل للممثل القدير علي المالكي. علي نبغى نتكلم أيضا عن دور الممثل في الحفاظ على الهوية والعادات للأعياد، شلون تقدمونها للمشاهد سواء كان على مسرح أو تلفزيون. بالعكس انت حين الفنان لما يقدم عمل في مناسبة خاصة مناسبة العيد لازم انه يذكر الأشياء اللي مثل هذه، خاصة الأشياء الشعبية التقليدية عشان انه ايش تذكر الناس بالماضي وتشبكها مع الحاضر، والمناسبات هذه تكون موجودة فذكر شنو العيد كان قبل والحين شنو هو. صح. من ناحية الملابس، من ناحية الكلمات اللي واحد يقولها في العيد، مثل أغنية يا العيدو مثلا. صح. احنا صغار نسمع الأغنية سواء الجيل الحاضر أو الماضي، ففي شغلات هذه لازم الواحد يقولها سواء للطفل أو للكبير، خاصة الطفل. مثل ما قلت لك احنا في مجال المسرح يمكن نقدم عمل مسرحي، فمن خلال المسرح كنا نعلم الطفل الأمور هذه، رسائل توصلها ورسائل نوصلها بمعنى العيد وفرحة العيد وش تعني العيد بالنسبة لك. نعم وصلت الفكرة. أستاذ محمد ربيع يمكن احنا وصلنا يعني ختام هذه الفقرة، بمنك كلمة أخيرة. يعني التجربة باختصار يعني التجربة القطرية ارتبطت بالثقافة، والحمد لله يعني أنا أفخر بأنه أنا ارتبط خلال سنوات عملي الطويلة هنا في الدوحة، ارتبطت بهذا المشهد في منذ الدوحة عاصمة الثقافة 2010، مرورا بالإنجازات اللي حصلت في المشهد الثقافي كلها إلى الآن. هذا الارتباط بالثقافة جعل للثقافة وللتراث معاني خاصة يتكلم عنها الأساتذة، وهي بتقتني كل يوم من خلال التطور في صناعة النشر والتطور في صناعة الإعلام زي ما حصل في تجربتكم في قناة الريان، والتجربة هذا التطور المميز في هذه القناة اللي بتحافظ على تراث البلد وعلى هوية الثقافية والنماذج الأخرى. أتمنى للجميع التوفيق. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا وانتم طيبين. شكرا وانتم صحة وسلامة. طبعا الإعلامي والكاتب ماجد إزبار له أنت بيض الله وجهك على حضورك، وكذلك الممثل والإعلامي علي المالكي له أنت بيض الله وجهك على حضورك. الله يحفظكم يا رب.
واكيد الاعلامي محمد الربيع ايضا بيض الله وجهك كلها انت على حضورك وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير. انت يا عبد الرحمن بيض الله وجهكم شرفتونا ونورتونا في هذا الاستديو. مشاهدينا الكرام اشوفكم ان شاء الله على خير، القابله ان شاء الله في حلقه اخيره من برنامج ليالي العيد، نشوفكم على خير في امان الله. امان الله.